خلونا ننتقل مباشرة مشاهدينا لاتصال هاتفي مع المتنبئ حسن الجردي لنعرف كيف عم تكون أحوال الطقس. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك أستاذ حسن. تعودنا كل سبت نعرف من حضرتك كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظتنا السورية، خصوصا إذا بالفترة الأخيرة عم نشهد أنه الأجواء عم تكون لطيفة نوعا ما. هل رح نشهد بالأيام القادمة منخفضات؟ خبرنا أكثر كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظتنا السورية. شكرا عينك. هلا بالنسبه للاحوال الجويه خلال 24 ساعه القادمه ولوحه بسيطه عن الطقس خلال هيدا الاسبوع، بشكل عام نحن اليوم عم نتاثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق بتيارات غربيه بطبقات الجو العليا. اليوم في فرصه للهطول بالمناطق الجنوبيه بالشرقيه بالقلمون على شكل زخات رعديه خفيفه من المطر بهذه المناطق خلال ساعات النهار تحديدا. الحرارات بشكل عام عم تكون اعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه، وخلال ساعات الليل الأجواء باردة خاصة بالمرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر. الرياح عم تكون شمالية إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية، بينما تكون شرقية في بعض المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة مياه البحر 18 درجة مئوية. هلا بشكل عام الأجواء مستقرة، حالة عدم الاستقرار الضيف اليوم بالمناطق الجنوبية والشرقية والقلمون هي بس خلال ساعات نهار هيدا اليوم، بعدين الأجواء بتعود للاستقرار اعتبارا من نهار بكرة بشكل عام، وبتكون الأجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا بشكل عام تحديدا الغيوم بالمناطق الشمالية الغربية بالساحلية. الحرارات في عليها ارتفاع لنهار بكرة، بتكون أعلى من المعدل من 3 ل 5 درجات مئوية. الاثنين ما في تغيير، الأجواء تقريبا مثل نهار الأحد. هيدا الأسبوع السمة الأساسية له هو الاستقرار وحرارة أعلى من المعدل، باستثناء يوم الثلاثاء بده يكون في عنا حالة عدم استقرار ضعيفة تؤدي إلى هطولات مطرية بالمناطق الجنوبية بالجنوبية الشرقية بالبادية السورية خلال ساعات النهار أيضا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بس بتضل درجات الحرارة أعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئوية، وبترجع الأجواء لتستقر نهاية هيدا الأسبوع. يعني هيدا الأسبوع بالمطلق أسبوع طقس ربيعي بامتياز شبيه بأجواء الربيع، حرارة أعلى من المعدل، أجواء مستقرة، فرصة لهطولات مطرية على شكل زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق تحديدا اليوم ونهار الثلاثاء فقط، وأجواء عم تكون باردة بالليل مع تشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر بأغلب المناطق الداخلية لليوم ولبكرة، بس بقية الأسبوع بتكون الأجواء الضبابية بالقلمون بالوسطى بالحرمون بالمنطقة الشمالية بأجزاء من المنطقة الجنوبية. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 18-8، القنيطرة 16-5، القلمون والمرتفعات الجبلية 10-2، درعا 17-6، السويداء 15-7، المنطقة الوسطى 15-17، حماه 19-8، الحسكي منطقة الجزيرة 18-5، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 23-12، بالشمال حلب 19-5، إدلب 17-6، دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية 19-7، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 16-4. أجواء مستقرة، ما في أي تغيرات بالنسبة للحالة الجوية، الاستقرار هو طابع هيدا الطقس لهيدا الأسبوع، فقط الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر هو اللي منحذر منه بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية والانتباه من الفروقات الحرارية بين الليل والنهار. أكيد بالختام شكرا لك أستاذ حسن الجردي على كل المعلومات يلي قدمت لنا إياها لليوم.